ثلاثي ضوضاء الحياة مع تركو مينا وميزو. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين من برنامجكم ثلاثي ضوضاء الحياة. ناس كتير نفسها تتشهر، اكبر دليل ان احنا بنحب الشهرة اول ما بتنزل من بطن الحاجة مش تنزل بقى في صمت. مصرش يا جمال بالناس الرجال ومعنا الصوت دايما بتصور دايما بتعيط. ايه ده؟ انت عرفتني انا عرفتني. مش قلت لك هخليك فيمس يا صاحبي اي خدمة. كنت بحضر حفلة لعمرو دياب، فبعد الحفلة لقيت مرة واحدة حد كده ظهر، فلقيته بيقرب، قلت ده عرفني، شكله عرفني. مين يا نادر؟ قلت له ايوه، انت تعرفني؟ والله انا امي لغاية دلوقتي بتشبه عليا. شوف ده ولا ده حرير ولا اللي لابسه ده قطيفة. قال لي برنامج ثلاثي ضوضاء الحياة، قلت له ايوه والله والله هو. قال لي انت الله ينور، قلت له ربنا يخليك. قال لي عن اذن حضرتك، قلت له خد يا ما تيجي نتصور سوا يا ده لونه ايه؟ ده لونه ايه؟ كل الالوان دي لايقة عليه. ده لونه ايه؟ ده لونه ايه؟ كنت فاكرة ان انا بلبس بامبرز عشان العيال صغير تبقى غلطان، انا بلبس بامبرز عشان عندي تبول لا ارادي. سبي ريحتك وحشه فتحتيها قدام الناس، حرام عليك كفايه بقى. انا كمان نفسي يبقى كفايه، عايز اعرف انا عادي ولا مزنوق. رد عليا يا بابا، انا عادي ولا مزنوق؟ يا ابني بقول لك مش هيرد عليك. مش هرد ليه؟ عشان التصوير. ومعانا الفنانه الجميله لقاء الخميس. عايزين بقى تكلمينا عن الميعاد وعن ذكرياتك. اللي كان معلمنا الادب عبد الرحمن عرموس قال ايه يا جماعه نقرا الفاتحه عشان ربنا يكرمنا في المشروع، فانا بقرا الفاتحه على جوه. بت دي بت كفا دي بت تقراش الفاتحه يخرب بيتك. وراح جاري ماسك الطفايه، راح الطفايه طارت، واقف ياسر فرج عمل علشان يمنع الطفايه تنزل في وشه. ايه موضوع اللي بتغني؟ صحيت عينك وفداها عينيا، انا بحبك يا أوسة. ليه كنت رافضة الجواز؟ مين اللي قال لك الموضوع ده؟ ده مصادر برنامج ثلاثي ضوضاء الحياة. سبحان الله، يمكن بعد ما صوفي مات الله يرحمه، صوفي مات شهر 6، عرفت محمد عبد المنصف أنا شهر 9، اتخطبنا شهر 11، كتبنا كتابنا شهر 3، مفيش أسرع من كده يعني. تسمعنا إن برضه باباكي ما سابكيش يوم الفرح حتى في حاجة حصلت كده. في موقف كده حصل. إيه اللي حصل؟ جايبة بيجامة بابايا الله يرحمه مخططة كده. قلت حاجة من ريحته برضه في الفرح. ثلاثي ضوضاء الحياة السبت 10 مساء على الحياة.